السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد مع اخوكم جمال الفا. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نهضروا على مؤشرات تدل على انك فاشل في العلاقات العاطفيه. هذا الفيديو هو في سلسله واحد ادم اللي كنقدموا فيها نصائح و تنعالجوا فيها مشاكل ديال الرجال والدراري. المهم اول سؤال غادي نسولك يا اخي يا ادم، هل مررت بعلاقه عاطفيه فاشله؟ واش عمرك دوزتي شي علاقة كانت عاطفية فاشلة؟ سير على واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة طبيعة الحال طبيعة الحال غتكون دزتي. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم أبرز المؤشرات التي تشير إلى أنك فاشل في العلاقات العاطفية. هما تقريبا يكون أربعة لما كان أنا قلت أربعة. أول حاجة ولي أهم حاجة أنه الحب لم يكن يوما أولوية. راه من الصعب الإخوان أن يتمكن الفرد من خوض لعبة يعني لعبة العلاقة العاطفية في حال لم يكن يؤمن في وجود الحب أصلا. يعني إذا كان مثلا أنت كنتي أصلا ما مأمنش ديك القضية ديال أنه راه كاين واحد الإحساس واحد الشعور كنحسو به كيتسمى الحب، يعني حب طرف ثاني، راه ما عمرك ما غادي تنجح. علاش؟ حيت واحد الوقت غادي تلقى راسك وقعتي في الغرام وما غاديش تعرف كيفاش تتصرف، غادي تدوخ، ما غاديش غتلف وما غاديش يعني تقبل ديك القضيه ديال انك انت راك وليتي مغرم. هنا فين غادي ما غيوقع، هنا فين يجب علينا ضروره التوفيق الدائم ما بين حاجات القلب والعقل. يعني الا ما كانش الحب لم يكن يوما اولويه بالنسبه لك، ما عمرك ما غادي تنجح في العلاقه ديالك. هذا المؤشر رقم واحد. المؤشر رقم جوج، القناعه ليست موجوده. واحد المثل كيقولوه المغاربه، ما عرفتش مغاربه ولا ما عرفت، كلشي تيقولوه تقريبا بعدا. المهم تيقول لك النساء دايرين بحال اللي في خوي، الرجال عزيز عليهم صلاه في خوي. هي المراه كل وحده كيف دايره، هل مشماش هل فريز هل بنان هل تفاح هل خوخ. الرجال قال لك عزيز عليهم صلاه في خوي، يكون عامر في خوي. يعني لا شك في ان تحبيد قيم علاقات عابره على حساب علاقه جديه من ابرز المؤشرات التي تدل على عدم استقرار العاطفي وامكانيه التكيف مع شريك واحد في علاقه قوامها الوفاء. ما حدك انت ما مقتنعش، هادي عجبك العقليه ديالها، هادي عجبك طولتها، هادي حيت قربوزه، هادي شعرها طويل، هادي زعره، هادي عينيها كبار، هادي انت يعني تالف. راه ما عمرك ما غادي تلقاها يعني كامله مكموله، راه جامي غادي تكون هادي. المهم ملي كتكون عندك القناعه كتشوفها هي اجمل وحده في العالم. يعني ملي كتكون عندك واحد القناعه ديال ان هاد الانسانه عجبتني الشخصيه ديالها، عجبني الزين ديالها، عجبتني العقليه ديالها، عجبتني كيفاش كتصرف في المشاكل، كل واحد وكيفاش كل واحد وكيفاش كيبغي. غير ملي كتكون عندك واحد القناعه انا متاكد انك غادي تنجح. الا ما كانتش عندك قناعه مثلا نهضر مع هادي نهضر مع هادي نهضر مع هادي نهضر مع هادي، المهم الا خسرت هادي يبقى لي هادي. هذا المشكل بين قوس قزح عند حتى البنات، انك تكون كتهضر مع شي واحد وراه ديجا كتهضر مع الاخر وكتهضر مع الاخر. ماشي اغلب البنات، المهم بعض البنات، المهم احتياط كاع هادشي اللي كيقوم به التصرفات هادي ما عمره ما غادي ينجح. رابع حاجه عدم الثقه بقدره على خوض التجربه. شوف، في حاله انك لم تكن تؤمن بانك بطل تستطيع الفوز بقلب بطلتك، فهو بالتالي يعني فانت بالتالي لن تستطيع يوما أن تنجح عاطفيا. هذا يعني أن غيكون الزواج ديالك قائم على معايير اجتماعية وحسب. يعني غادي تمشي للزواج التقليدي اللي إن شاء الله غادي نديرو عليه فيديو عما قريب، الزواج التقليدي والزواج العصري. إلا ما كنتيش كتيق في راسك، ما كنتيش مآمن بلي أنت عندك واحد الوزن، ما كنتيش عارف، ما كنتيش أنت مآمن أنك أنت هو بطل مثلا القصة ديالك، بطل يعني في شكل تقدر تفوز بالقلب ديال البطل ديالك، ماشي زعما شي حاجة في شكل. راه كنا داك النهار هضرنا كاع قلنا واحد راه كان تقولوا ليه شمكار، قصة قبل النوم دخلوا تفرجوا فيها، قالوا ليه شمكار يعني ما خدام مردامة ديالي، وفي الآخر خدا واحد البنت بنت أستاذ وكيدايرها بالزين وهادي وهادي. المهم كان راجل.
رابع حاجة، الخوف من تبعات الفشل. هذا المشكل كيواجه الأغلبية ديال الدراري والأغلبية ديال الرجال. هنا يخاف الفرد من كابوس الانفصال عن الشريك أو الهزيمة في الحب، فهو بالتالي لن يحب في حياته. ما تخافش ما تخافش، واخا طيح غادي توقف، واخا طيح غادي توقف، مع إلا خفتي ما غدير والو. وإن شاء الله غادي نديرو فيديو على القضية ديال الخوف وهاد القضية ديال الحشمة كذلك. واحد ما خاصوش يخاف كاع من الفشل، بالعكس راك كتاخد تجارب، راك كتعلم. صحيح ان الاستمراريه غادي تكون صعبه في بعض الاحيان، لكن الخوف من النضال في سبيلها اصعب. المهم كان هذا هو الفيديو ديالنا، ما تنساوش ديروا جامع الفيديو، تضعوا التعليق ديالكم كذلك، تبارطاجيو الفيديو، ديروا الاشتراك على القناه باش يوصلكم جديد الفيديوهات ديالنا. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم. للتوصل بكل جديد على قناة جمال ألفا، المرجو الضغط على هذا الجرس الموجود هنا وتفعيل هذه الخاصية والضغط على انغوجيستخي، وستصلك جديد فيديوهاتنا على مدار اليوم.